السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام متابعي قناة فن تربية الطيور. مرحبا بكم أخوتي الكرام إلى حلقة جديدة ودرس في غاية الأهمية. طبعا أخوتي الكرام، أنا كل فترة والتانية بعمل جولة في سوق الطيور في المدينة اللي أنا ساكن فيها، وأثناء جولتي هاي وأثناء تفقدي للطيور الموجودة في السوق تفاجأت بوجود هذه الأنثى. طبعا أخوتي الكرام، لما سألت صاحبة بكم السعر أعطاني السعر كتير زهيد، وأنا استغربت بينه وبينكم. طبعا الأنثى بالنسبة للحركة تبع مثل ما كنتم شايفين حركة منيحة يعني، والأنثى من نوع الهجين بين البلدي واليورك أو اللونج شاير. ولكن أخوتي الكرام، هذه الأنثى مريضة، وراح أقول لكم شو المرض الموجود فيها وطريقة العلاج. طبعا أخوتي الكرام، السعر لهذه الطيرة إذا بدك تروح تشتريها من عند مربي، السعر بيكون بين 150 للـ200، طيب أبو نصر دولار، أوكي راح أعطيكم دولار، سعرها يعني بين الـ10 إلى 15 دولار، يعني بسعر تقريبا. فلما أعطاني بسعر أقل من هيك بكتير أنا استغربت. طبعا هو بيعرفني أنه عندي خبرة كبيرة بمجال تربية الطيور، وما راح يعني مو أنا مربي مبتدئ لحتى يحسن يضحك علي مثل ما بنحكيها. فلما سألته شو مشكلة هالطيرة هاي، قال لي ما فيها شيء ولكن أكله وشربها غير منتظم وما عم تاكل تشرب بشكل منيح. سألته على الإنتاج، قال لي باضت هذه الأنثى بطن واحد، ولكن أخوة الكرام لما مسكت الطيرة وتفقدتها اكتشفت مايل. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا مثل ما انتم شايفين حركتها بالقفص منيحة، قادرة على المقاومة والطيران، ولكن المشكلة فيها والمرض الموجود فيها هو اخوتي الكرام مثل ما انتم ملاحظين بالارجل. راح نظبط الكاميرا منيح عشان تبين الارجل منيح. مثل ما انتم ملاحظين الارجل، اصفرار بالارجل، وايضا طول بالمنقار بشكل مفاجئ، طول بالمنقار، وهذا اللون البني. هذا اللون البني راح احكي لكم عنه شو سببه، وطول او اصفرار الارجل بشكل كامل. بالاضافه الى ذلك، عندما تفقدت البطن لاحظت وجود تسييف، بشكل كبير. طبعا بالنسبه للامراض المعويه، الحمد لله رب العالمين صار عندي الخبره الكافيه لتحديد نوع المرض المعوي، ولكن مثل ما انتم ملاحظين كيف الاجر مصفره او الاجرين مصفره بشكل كامل. على الكاميرا ما راح تبين معي منيح، ولكن يوجد اصفرار بشكل كامل. هذا المرض اخوتي الكرام هو عباره عن نقص في الحديد الجسم او في حديد جسم الطيره، بالاضافه الى ذلك نقص في فيتامين د، بالاضافه الى ذلك نقص في، اللهم صل على سيدنا محمد، بالكالسيوم. مجموع او عددت لكم أنا أسباب بتأدي لاصفرار الأرجل وجعل الطيرة في حالة مرض. طيب يا أبو النصر، ليش بيصير هذا المرض؟ هذا المرض أخوتي الكرام بيصير للإناث خصيصا وبجميع أنواع الطيور. انتبهوا أخوتي الكرام، بجميع أنواع الطيور، إن كان الكناري أو الحسون أو الباجي أو الروز أو الفشر. الأسباب لهذا الأمر كثرة الإنتاج، يعني بس أنا بأخذ من الإنتاج 20-25 بطن، مثل ما بفعل جماعة، اللهم صل على سيدنا محمد، جماعة الإنتاج التحضين، يعني بسحب البيض من تحته بشكل مباشر وبينزلها بمرحلة غيار ريش وبيطلعها بمرحلة غيار ريش بشكل مباشر وبجهزها للإنتاج. بياخذ منها بطنين او ثلاث بطون، وبعد بعد هذا الامر او بعد ما يكون استهلك الطيره نزل على السوق. الامر الثاني، الانثى حاضنه للبيض ويوجد فاش بالعش، والانثى بطبعها حنوني في الانتاج، يعني الانتاج حنوني كثير لعمليه الانتاج وما بتترك العش اذا كان موجود فيه الفاش. هذا الفاش راح يقوم بعمليه سحب دم الطيرة وراح يسبب لها فقر دم. أيضا فقر الدم لهذه الطيرة أو للطيور يسبب اصفرار في الأرجل. فقر الدم يسبب اصفرار في الأرجل. نرجع بعطيكم إياها.
كثرة الإنتاج الفاش وسحب الدم يؤدي إلى فقر الدم، عدم تقديم المواد التي تعتازها الأنثى في عملية الإنتاج. من ضمن هذه المواد خلطة البيض المسلوق، الجزر، الشوندر الأحمر، منقوع الحلبة، خل التفاح، أي مواد طبيعية تحمل فيتامينات أو مواد بتساعد الأنثى في عملية الإنتاج بشكل صحيح. هذا الأمر أيضاً بيسبب لهذه الأنثى أو للإناث بشكل عام طول في يسبب لها اصفرار في الأرجل. يعني أنت وقت بدك تشتري أي طير أو طيرة اطلع على الأرجل تبعه، اطلع على الأرجل تبعه. إضافة إلى ذلك عمر الطير بيلعب دور، عمر الطير بيلعب دور. إذا كانت الطيرة بعمر كبير قد فاقت 5 سنوات أيضا بسبب اصفرار في الأرجل. طيب يا أبو نصر شو العلاج؟ إذا كانت الأنثى سبب المرض لها كثرة الإنتاج، نقوم بتريح الأنثى بشكل كامل وعدم الإنتاج منها على الإطلاق لمدة عام كامل. هاي أول موضوع بتاخذه بعين الاعتبار، عام كامل بتحاول ما تنتج من الطيور اللي بتكون إجرة صفراء لحتى تكون جمعت طاقتها وقوتها للإنتاج بشكل أفضل في الموسم الذي يليه. تغذية الطائر بشكل صحيح أو تغذية الطيور بشكل صحيح، عدم الإنتاج منها بشكل كامل أو عدم الإنتاج منها بشكل مستمر ومتكرر. بالإضافة إلى ذلك أخي العزيز، انه الاناث اللي بتكون بهالمرحله هاي تقديم لها منقوع الحلبه مضاف اليه ربع معلقه عسل. منقوع الحلبه نضيف في المشربيه، على سبيل المثال لدي مشربيه، نقوم بوضع بالمشربيه ماء، نضيف معلقه صغيره من منقوع الحلبه للمشربيه وتقدم للانثى لمده اسبوع كامل. منقوع التمر يقدم لها أيضا مدة أسبوع كامل. محلول الكالسيوم اللي تكلمت عنه في القناة هو عبارة عن بيضة نضعها في الليمون حتى تتحلل ونقدمها للطائر مدة أسبوع كامل، يوم إيه يوم لا. هذه الأمور جميعا أخوة الكرام ستعيد لهذا الطائر صحته وعافيته ونشاطه من جديد. إذا كان الأمر متعلق بموضوع الفاش، يعني الطيرة فيها فاش، يجب مباشرة عليك أن تقوم بعملية تنظيف الأنثى وقتل الفاش الموجود بها. طبعا أنا مبارح جبت للطيرة، حاليا عم بقوم بعملية تشميسة، ولحد الآن اكتشفت موضوعين. أولا الكاميرا ما هي واضحة بشكل جيد، لفرجيكم في عليها فاش، في عليها شوية فاش. أنا قمت بعملية تشميسة وعملية وضع لها المناقيع، ولكن يوجد إلى الآن فاش على ريش الطائر. هذا الفاش أخوات الكرام سوف أقوم بعملية القضاء عليه، لأنه هاي أول نقطة يجب عليك أن تستخدمها أو تستعملها. تأكد من خلو الطائر من الفاش بشكل كامل، لأن الفاش إذا كان موجود وعم تعالج راح تضل الأنثى بهذه المرحلة وراح تموت بالنتيجة. إلى هذا القدر أكتفي معكم بهذه الحلقة، أتمنى أن تكون نالت إعجابكم، وأي سؤال أو استفسار اكتب لي بالتعليقات وراح تتم الإجابة عليه بأقرب وقت ممكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم أبو النصر.